السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هقدم لكم رز بلبن زي بتاع المطاعم بالظبط بره. السر في حاجتين اتنين. اول حاجة نجيب كوبايتين لربع من الرز، ونجيب النشا، ونجيب باكو كريم شانتيه، تمام، ولبن بودرة. اول حاجة بجيب كوبايتين لربع من الرز، اغسلهم كويس، وبعد كده احطهم على حل على النار، واحط حوالي 5 كوبايات من المية لحد ما الرز يتسلق. تمام. قبل ما اكمل الفيديو اتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه، تعملوا لايك للفيديو، تكتبوا لي في الكومنتات رايكم في وصفه، ايه رايك تجربوها؟ باذن الله تعجبكم خالص. اول حاجه بجيب اهو كوبايتين ربع من الرز بالظبط، المقدار ده لو عملناه بالظبط زي ما ماشي عليه هيبقى هيدينا رز بلبن تحفه، يعني طعمه جميل. بعد ما يسلق خالص هبدا اهو، بس لسه دي في مرحله لسه ما استواش، لما يشرب الميه كلها اللي معانا حوالي 5 كوبايات ميه، طبعا حسب نوعيه الرز، ما ممكن نضيف ميه تاني او اقل من كده حسب انت الرز بتاعك انت عارفاه بيستوي ازاي، على كميه ميه قد ايه، يعني في رز بيحتاج ميه كتير وفي رز محتاج ميه قليله. لحد ما يسلق خالص اكون مجهزه للترين من اللبن. هاخد منهم كوبايه، هدوب فيها معلقتين من اللبن البودره على باكو كريم شانتيه، ادوب برده في كوبايه اللبن دي. تمام. الرز كده عندي ايه بدا يستوي، هبدا اضيف ايه اللترين الا ربع من الا كوبايه من اللبن. الكوبايه دي حشتها ليه؟ حشتها عشان ادوب فيها 2 معلقتين من لبن البودره على باكو الكريم شانتيه اللي انا هحطه. تمام. حطيت اللبن كله اهو، لترين الا كوبايه، الكوبايه دي حشتها حطيت فيها، دوبت فيها اهو زي ما انتم شايفين كده، دوبت فيها 2 معلقتين من لبن البودره على باكو الكريم شانتيه. بعد ما اهو حطيت اللبن هبدا اضيف الكوبايه دي. تمام. واكون مجهزه كوبايه تانية عباره عن نص كوبايه ميه وفيها معلقتين نشا، معلقتين من النشا. هبدا اضيف كوبايه اللبن دي اللي متدوب فيها 2 معلقتين من لبن بودره على باكو كريم شانتيه. تمام. واضيفهم على اللبن والرز، وبرده اضيف نص كوبايه من الميه ومع دوب فيها 2 معلقة نشا، ده كوبايه من السكر. المقدار ده يحتاج كوبايه واحده بس من السكر، مش هيحتاج اي حاجه تاني، لو عملناها بنفس المكونات دي هتطلع مظبوط معاكي تماما. 2 كوبايات من الرز، 2 لترين حليب، خدنا منهم كوبايه دوبنا فيها 2 معلقة لبن بودره على كباكو كريم شانتيه، ونص كوبايه من الميه حطينا فيها 2 معلقة نشا دوبنا، حطينا كل المكونات دي على بعض. هنبدا بعد كده لحد ما يغلي اللبن معانا مع الرز. تمام. انا في الاول سويت الرز لوحده بميه لوحدي، بعد كده ضفت اللبن وبقيت المكونات اللي قلت عليها دي، واخر حاجه ضفناها اللي هي نص كوبايه الميه فيها مدوب فيها 2 معلقة نشا لحد ما تغلي، تبدا تبقبق كده الحاله تدي غليان، بعد كده اطفي عليه كده. الرز معانا استوى وبقى تمام اهو، بدا يغلي اهو معايا كده، ابدا اطفي عليه واغرفه بقى في اطباق الرز بلبن بتاعتنا. اتمنى ان شاء الله تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه، يا ريت تدعمونا بلايك. بس كده كده الرز اتسوى تماما، هبدا اطفي عليه واحطه في الاطباق بتاعه الرز بلبن. تمام اهو زي ما احنا شايفين كده. ممكن بقى تحط بقى مكسرات من فوق براحتك، بس احنا بنحبه كده، يعني في ناس بتحط الفول اي مكسرات انت بتحبيها يعني، او زبيب او اي حاجه، بس احنا بنحبه كده ساده. بس هنشوف دلوقتي الكرمشه شكلها تحفه. دي عمل الكميه دي، عمل الكميه دي كلها معايا، المكونات اللي قلت عليها دي عملت الكميه دي كلها. او شوفوا شايفين الكرمشه شكله تحفه، ونفس بتاع بره بالظبط. تمام. نمشي على الخطوات دي هيطلع معانا بنفس الكلام ده. 2 كوبايات ربع من الرز، وحطينا معلقه كوبايه سكر، كوبايه لبن متدوب فيها 2 معلقة من اللبن البودره وباكو كريم شانتيه، وكوبايه متدوب فيها نص كوبايه متدوب فيها 2 معلقة من النشا. تمام. دي كانت وصفتنا النهارده، واتمنى ان شاء الله تجربوها باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.